مرحبا بكم يا شباب، هنتعلم حركة سايد رول، حركة مهمة جدا لامتصاص الصدمات. ركزوا شباب، الحركة بتتعمل بكذا طريقة، أهم حاجة إن احنا نعملها على الكتف. زي ما انتم شايفين حطيت إيدي بلف راسي، وأهم حاجة إن أنا أعمل الدحرجة على الكتف، بقدم رجلي تمام، وهحط الكتف اليمين أو الشمال، مش هتفرق على حسب الوضعية اللي أنت هتسرح لها. بعدين أهو هقرب كتفي وهدفع بوسطي بالشكل ده. ده شكل كده مبسط الحركة يا شباب. تاني حط الايدي بقرب كتفي من الارض وبدفع بوسطي. شوف زي محمد يا شباب، ركزوا هدفع ازاي. بصوا ايوه بدفع بالطريقه دي وبلف الراس، انا مش بنزل على راسي على كتفي اهو يا شباب. حركه بسيطه مش معقده، واتمرن عليها في مكان امن. ركزوا هنا يا شباب بقى، وضعيه الارجل القدمين، رجلي بتكون افقيه بالشكل ده والقدم الاخرى بتكون امامها عشان اعرف اقف لفوق كده، اهو بالتسلل البطيء عشان اعرف اطلع لفوق بالشكل ده. اهو يا شباب حركة بطيئة على كتفي وبطن رجلي عشان اعرف اقف سريع وبكل سهولة. طبعا شباب مع التكرار في الحركه بضطر ان انا اخدها ايه، خطف، بخطف الحركه من اول مره، مش شرط ان انا اعملها بالتدرج اللي احنا عملناه ده، بس عشان نفهم الحركه وتكون سهله معانا. ركزوا هنا شباب، ايدي بقى هخطف على طول على ايدي الحركه، لافف راسي ونازل على كتفي اهو يا شباب. والتاني سريع شويه. يا شباب يا رب تكونوا استفدتوا، ونعمل اشتراك للقناة، لايك للفيديو، وانتظروا الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم.